ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضع. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين على أول فطور في رمضان، فين كتفطروا ولا عد من كتفطروا؟ إلا بغيتوا تعرفوا أشنو قالوا لينا أجوا معايا. أول فطور في رمضان فين كتفطري ولا عد من؟ كنفطر مع الوالدة. كتمشي عند الوالدة تفطري معاها؟ أول نهار كنفطروا مع الوالدة، يعني باش تكون أجواء عائلية، باش تاخدي أنا وخوتي والوالدة، باش تاخدي الرضا ديالها في أول ليلة في رمضان. ضروري ضروري يطول لنا في عمرها وتصحيح حتى هو. وشنو هي الحاجة اللي ما كتستغنيش عليها في الفطور ضروري تكون في مائدة الإفطار ديال رمضان؟ الشباكية. ضروري ضرورية. ولمن تقولي رمضان كريم؟ رمضان كريم من مويمتي وخوتي كاملين عندي في فرنسا، وطبعا جميع المغاربة وكل شيء مبروك عواشركم. دائما كتوقع قليل بعد مرات في الاواخر تما فين كنبداو نتعدو، كنمشيو عند العائله عند كلشي، ولكن دائما رمضان راك عارف ما ماشي ديال السفر، ماشي ديال حتى كتكون شي حاجه ضروريه باش تمشي، كندوزها في الدار مع الوليدات مع الام ديالي وكيدوز بخير. يعني السفر كيكون غير الا كان شي حاله، شي انسان مراد، شي حاله طارئه بحال هكا ودعات الضروره اننا نمشيو من مدينه لمدينه، هذه إجبارية عليك كتمشي وكتقدم عام. ولكن رمضان ما كاينش محسن من دوزو في المنزل ديالك والابناء ديالك، واي حاجه تشهيتيها كتقاو وجود ماشي بحال عند الناس. ملي قلتي اي حاجه تشهيتيها، شنو هي الحاجه اللي كتشهاها تكون في مائده الافطار في رمضان؟ ضروري يا خويا اللي كنتشهاو كامل، احنا غير كنتشهاو ما هادشي، راه العين اللي كتاكل وصافي. الحريره ضروري، انا بالنسبه لي الا ما كانش الحريره ما كاين حتى شي حاجه. الكياس في الكياس بكل تواضع، الكياس وداك الكياس قاصح ماشي ديال بغيت له الدانق. لا مزيان مزيان صراحه، الا ما كانش الحريره ديال الاكله المفضله ديال الشعب وولفنا وتعلقنا بها، وخي حطوا لك اي حاجه كتبقى الحريره ناقصه بحال شي حاجه ناقصك. افطر في داري خويا اللي قسم الله. في الدار ديالك؟ في داري. ما كتمشيش مثلا عند الام ديالك ولا الاب ولا الابناء؟ لا، امي ميتين الله يرحمهم، خانا الاخر عليهم، خلوني صغيره. وليداتك ما كتمشيش تفطري عندهم؟ وليداتي ما جابش الله. ما جابش الله؟ ما جابش الله. يعني انت بوحدك كتفطري بوحدك؟ نفطر بوحدي، ما جابش الله. وشنو كتشهي في مائده الافطار ديال رمضان؟ شي حاجه ما كتستغنيش عليها؟ علي كان الدعوه ماشي في الماكله غلق، البنادم تميره حريره اتاي علق قسم الله، ويني باش بنادم غلق غلق غلق، والصلاه وشويه العباده وشويه الله ان شاء الله، الله يتقبل الجميع. ولمن غتقولي رمضان كريم؟ الجميع المغربي كاملين الحباب. كاين احسن من الفطور ديال العائله تكون مع الخوت ومع العائله ديالك اللي عندك، فهمتي؟ احسن فيرا تبكي. كتفطر مع العائله؟ العائله احسن حاجه، الفطور هو مع العائله، كتكونوا مجموعين وتضحكوا، وهذه هذيك احسن حاجه هي مع العائله. كتفطروا في الدار ولا كتمشيو للبحر ولا؟ لا خويا في الدار، نمشيو لهاك الشيء ديال خلي داك الشيء ديالهم هما، يخلي اللي بغى يمشي للبحر ولا هذه ولا. ما كاينش بحال الدار تماك مريح، تشوف التلفزيون وديك المسرحيات اللي كيديروا داك الشيء ومريحنا، العائله ديالنا حنا بيضاوه فهمتي، كبرنا في هذا الشيء هذا. وشنو كتشهى في الفطور؟ بحال البيضات فهمتي، زويد حسوه. شي حاجه اللي ما كتقدر تستغني عليها في مائده الافطار؟ مائده الافطار ضروري عندي انا هو البيض. فهمتي دابا بدات بعد شنو هو رمضان، رمضان دابا هي العين كتخرج باش تشري هذه شويه الجبن، شري هذه حتى كتضرب العيبه صغيره تنفختي العين تنفختيني فهمتي. ولما غتقول رمضان كريم؟ رمضان كريم من الشعب الامه الاسلاميه كلها والشعب المغربي. خويا اول فطور من هاد الليالي رمضان فين كدوزو؟ كندوزو خويا في الدار في الغرب مع العائله والخوت وهذاك الشيء فهمتي. وشنو هي الحاجه اللي ما كتستغناش عليها في مائده الافطار؟ خويا انا كنتسغنى على كل شيء اللي جات قدامي تدوز مشيني. هذاك الشيء اخويا باش نقول لك اللي تحطات تكرم؟ لا تحطات دوز اخويا. شوف انا بغينا اخر نوج ديك باش نقص شويه باش ما نديروش الصوبا بلاصه الحريره فهمتيني. اما انا الا جات دوز عندي ما عنديش مشكل. الصوبا كتطلع غاليه؟ لا كتطلع غاليه، ولكن اخر نوج غلى كل شيء. ولمن غتقول رمضان كريم؟ يا جميع المسلمين كامل، خوت امه محمد كامله، ورمضان كريم عائله صحاب، اي واحد داير معايا شي حاجه انا كنقول لكم مسامحه من هذا المنبر.